معي من روما أحمد علي حسن، الخبير في الهجرة وحائز على درجة الماجستير في الهجرة الدولية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد أحمد. كيف تتابع هذا الموضوع؟ غوتيريز أكد على أهمية التزام قادة العالم وصناع القرار بتنظيم المسائل كلها المتعلقة بموضوع الهجرة. أين وصلنا بهذا الموضوع بالتزام الدول واللي طبعا أثاره معكوسة على الأرض؟ أنا أعتقد يعني أن التزام الدول ضعيف جدا، الاتحاد الأوروبي مفكك ولا يستطيع أن يتخذ قرار، بل هناك خلافات كبيرة بين الدول الأوروبية تؤثر على اتخاذ قرارات لصالح الهجرة. نحن نرى أن بعض الدول الأوروبية وخصوصا في أوروبا الشرقية مثل المجر والتشيك تعارض على سبيل المثال توزيع المهاجرين، وهذا يضعف القرارات الأوروبية مما يؤثر بدون شك على حل مشكلة الهجرة حلا جذريا. بدون شك أنه ليس هناك حلا جذريا لمشكلة الهجرة، ولكن يمكن التخفيف منها وتخفيف الأعباء سواء على المهاجرين سواء على الدول الأوروبية نفسها. ولذا فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الدول الأوروبية فلن يكون هناك حلا جذريا لهذه المشكلة. طيب، جذور أيضا في الجهود، جذور الأزمة سيد أحمد، يعني في عوامل تساهم أيضا في ازدياد عمليات الهجرة، نتحدث عن تغير المناخ مثلا، العوامل الديموغرافية، عدم الاستقرار، تفاقم مظاهر التفاوت والحاجة لسد النقص بأسواق العمل، كل هذه عوامل أيضا ذكرت تؤدي إلى ازدياد عمليات الهجرة. العمل على موضوع جذور هذه الأزمة بالأساس هل هو موجود؟ هو إذا نظرنا يعني لأسباب الهجرة هي أسباب متعددة، ولكن العامل الرئيسي في الهجرة هو عامل اقتصادي. كل معظم المهاجرين يبحثون عن حياة أفضل وعن وضع أفضل اقتصاديا، إلى جانب بعض العوامل الأخرى وهي الهروب من مناطق النزاعات ومناطق الحروب والتغيرات المناخية وغير ذلك. ولكن إذا أردنا الحل يجب أن نبحث عن الحل للسبب الرئيسي، وهو انتشار الفقر في دول كثيرة. ولذا فإن المهاجر يبحث عن حياة أفضل، وبينما بالنسبة للأسباب الأخرى التغير المناخي هناك الاتفاقات الدولية التي يمكن أن تحد من هذه التغيرات المناخية رغم الاختلافات الكبيرة بين الدول حول هذا الموضوع. طيب سيد أحمد، بموضوع من ضمن ما قاله طبعا أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز، قال بأنه يعني التضامن مع المهاجرين أمرا ملحا رغم يخلقونه، ذكر ما يخلقونه من منافع اقتصادية وثقافية واجتماعية. هذا الموضوع، هذه المنافع، هي هل هي من أسباب التراخي مع قضية المهاجرين؟ نعم، هو هؤلاء المهاجرين يؤدون منافع اقتصادية كبرى للدول التي يهاجرون إليها، ولكن في نفس الوقت أنا لا أعتقد أنه سبب تراخي في مواجهة هذه المشكلة، ولكن أعتقد أن سبب التراخي هو عدم وجود اتفاق بين الدول وعدم وتضارب مصالح بين الدول في هذا الأمر. هناك بعض الدول التي في حاجة إلى المهاجرين والبعض الآخر يرفض المهاجرين رفضا تاما، ولذا فنعتقد أن السبب الرئيسي هو تضارب المصالح وعدم الاتفاق بين الدول وليس تراخي بسبب مصالح اقتصادية. أنا أشكرك جزيلا. من روما أحمد علي حسن، الخبير في الهجرة وحائز على درجة الماجستير في الهجرة الدولية.